ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا. ذكر الله سبحانه وتعالى في طرفي النهار من الأمور التي ذكرت في القرآن وحث عليها في أكثر من موضع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني أول النهار وآخرة. وفي سورة قاف: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أيضا في هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم متى بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذان الوقتان محل عناية في الإسلام أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيهما. ومن الأذكار المشروعة في الصباح والمساء ما رواه الصحابي الجليل شداد بن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء يعني أقر وأعترف لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها في الصباح ثم مات من يومه قبل أن يمسي وهو موقن به دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي ثم مات من ليلته قبل أن يصبح